وصلت في الجهة اليسرى، عبد الرحمن نقلها أريس، أريس سددها، أريس سجلها والوصل يتقدم الآن. لا عقدة أمام الإمبراطور، لا عقدة أمام الإمبراطور، في كل الملاعب يزور الشباك ولا يخاف أحد، بل يخيف كل أحد، لا يخاف أحد بل يخيف كل أحد. أريس سافيروفيتش يسجل أخيرا، اللاعب الغائب عن التسجيل في المباريات الماضية، وصل إلى الطريق الصحيح، سجل أول الأهداف. عبد الرحمن صالح الظهير الأيسر العصري، الظهير الأيسر الأفضل، لعب عديدة، خيمينيز الأفضل في الصناعة، الكرة منقولة الآن عرضية، راحت إلى خيمينيز، خيمينيز لعب لك كرة عرضية عالية، المحاولة بالرأس والثاني، نعم الثاني، يسجلها الكوري، يفعلها الكوري، الإمبراطور لا يرى إلا الصدارة، الإمبراطور ذهب، لا الإمبراطور لهب، الإمبراطور لهب، يسجل الآن ثالث أهدافه، اللاعب السيونغ يقود الوصل لمواصلة النجاحات، مواصلة الانتصارات، مواصلة التفوق، مواصلة أيضا الأفراح والليالي الملاح. نعم هكذا هو الإمبراطور في مسابقات المحترفين. هذه كرة وركلة جزاء لإمام، وضعها لإمام، سجلها لإمام، واللهب الوصلاوي يستمر بحثاً عن الذهب، بحثاً عن الذهب، اللهب يستمر الوصلاوي. فابيو دي ليما لابد بأن يترك بصمة، هذا عنده أيضاً تحدي خاص أنه يستمر في صراع المباراة، يسجل هدف التقليص، هذا اللي يبحث عنه، هذا اللي يتمناه، لكن الأمور حتى هذه اللحظة لا تزال عند تقدم بثلاثية. ليما، ليما بتمريرة إلى علي صالح، علي، علي يا حبيبي، علي يا حبيبي علي، سجلها علي الجولدن بوي، لكن عينك على الأسيست، عينك على التمريرة، على الصناعة، على الفرحة، على الرباعية، الوصلاوي ما أروع، الوصلاوي ما أروع، يا له من إصرار ويا لها من فرحة ويا له من مدرج لا يعرف الياس ابدا، المدرج السعيد والمدرج الان اللي يصنع الفرحه، بل ليما هو من صنع الهدف بهذه التمريره في شوط المباراه الثاني. هذا الهدف الرابع، هذا الهدف الرايع، الوصل بالاربعه، الوصل المخيف، كتيبه المتعه، فريقين وهنا اربعه لا شيء، وهدف التقليص، هدف التقليص، أخيرا وصلوا إلى الشباك، عجمان يصل إلى شباك نادي الوصل ويسجل هدف التقليص. هيكل الشيخاوي لعب كرة عرضية مثالية ورأسية كانت من البديل ماركيانو، البركان عاد مرة أخرى وسجل هدف